قصتك فهمي قطشت عم اقول لك رجعي ذهباتي وخليني امشي. لك يا اجدب يا بهيم، وين ما رحت وين ما اجيت رح يضل ابو طالب لاحق. فهمت اخي؟ لا تتكل همي بنوب بنوب، لا تتكل همي، رجعي ذهباتي وانا بدبر حالي. لك يا فريد، انا وعدتك خلصت من هذا ابو طالب وما رح اتركك صدقني. وهلا بعد ما تمرق الجنازه انا مرتب لك خطه جديده رح تعجبك تمام. ليك على هالحكي ليك؟ عامل لك عباس الجابري مات 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 وشبع موت، فهم؟ لك يا فريز يا حبيبي، انا وعدتك خلصت من هذا ابو طالب، ما رح اتخلى عنك بنوب. هلا بس يخلص العزاء انا مرتب لك خطه جديده رح تعجبك تمام التمام. ليك على الحكي ليك على الحكي، عامل لك عباس الجابري مات 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 وشبع موت، فهم؟ ايه واذا مات في اخو حمزه. مين هذا؟ هذا الفصعون اللي عم يبكي على خبزه بده يقدر على ابو طالب. لك خل عني اياه خل عني اياه. لك لا تستهتر بحمزه، بيقولوا عنه قبضاي وزقرتي وبياكل راس الحيه. اخي شيلني من حمزه ومن طمزه، رجعي ذهباتي وخليني امشي بحال سبيلي. الله يرضى عليك يا فهمي. والله يا حبيبي يا فريز انا بدي رجع لك ذهباتك، بس يعني والله ماني عارفه شو بدي اقول لك. اخي لا تقول لي ولا بقول لك، رجعي ذهباتي وصلى الله بارك. انا بدي ارجع لك اياهم بس انا تصرفت فيهم. شو؟ شوي شوي ان شاء الله. عم اقول لك تصرفت بالذهبات. لك شلون تتصرف بالذهبات قبل ما تروح في شنطك معي؟ لك انا شو عرفني انه رح ترجع بكلامك مثل الحرقمه؟ لك الزلمه مات مات يا فهمي مات. وانا اشتريت بالذهبات مال كاني. عن جد عم تحكي؟ لا عم مزح. الله لا يوفقك يا بواس، الله لا يوفقك يا عمي. لك انا بدي ذهباتي بدي ذهباتي بدي ذهباتي. لا طوش لا طوش، ذهباتك بيصاروك. عم نقول لك ذهباتك صاروا بالمالكانه. والمعنى؟ المعنى ما في غير حل واحد قدامك، انك تاخذ المالكانه بدل الذهبات. لا انا شو بدي اعمل بالمالكانه يا بواس؟ شو بدي اعمل فيها؟ بتبيعها. انت بيعها ورجع ذهباتك وخلصنا من القصه كلها. هي شباب بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. شكر الله شكرا على صراط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم.
لو كنا استأجرنا حنتولوا لك يا فهمي، مو أحسن من المشي على رجلينا اللي بتهد الحيل. لك مشان ايش الحنتور؟ اعتبرت مشاي شمت هوا لك فريز؟ جايبني من اجلي لهون على الربوي على اجري مشان شمت هوا. لك اخي المشي منيح للجسم، بحرك الدم. ومين قال لك انه انا بدي حرك دمي ونحم على قلبي؟ امين. وهو علي الحاج زقوت نقلك فريز، ليك ما وصلنا لحشة حجر. لك ان شاء الله بالحشوك كبير ماله قرار بجاه الحبيب محمد على الاستفادة. لك امشي خلصني. ايه ابو طالب، يعني مالك مبغضين؟ عدوات؟ حدا بالشغل متخانق معه هون؟ ابدا. اكيد يا ابو طالب. شو اكيد، انت بتعرفني منيح ماجد افندي، بعمري ما اختلفت مع حدا وكل الناس حبايبي واصحابي، وبعمري ما اذيت حدا. طيب من فتره قريبه ما في شي حدا تزعلت معه؟ زعل منك؟ حدا بالسوق تشاكلت معه؟ لحظة هلا تذكرت. شو؟ صار مشكل بيني وبين تاجر الأنتيكة فريز النوم من كم يوم. فريز النوم ما غيره؟ ايه بخصوص شو؟ حاول يعتدي على حربة من حارتنا من كم يوم وهددته أنا بالقتل، وقدر يهرب من بين إيدين الشباب وهن أخذينه عن المخفر. من وقتها ما عاد بيان. الله يصلحك يا أبو طالب، وليش ما حكيت هذا الحكي من البداية من وقت ما اختفت البنت؟ ما خطر لي. بجوز فريز النوم هو اللي خطف البنت مشان ينتقم منها. معقول فريز النو هو اللي خاطف بنتي يا ماجد افندي؟ ممكن يا ابو طالب. لا ما شلون ما خطر لي هالشيء؟ انت من وقت ما صارت الحادثه كان لازم تيجي تخبرني. الله اكبر. كل شيء وارد يا ابو طالب، كل شيء وارد. وانا هلا بدي ابعت دوريه اشحطه وتجيبه لهون. معقول شيء؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمعوني منيح يا رجال، بدي اياكم تدوروا لي على فريز النو، بدي اياه قبل الضو يكون عندي. خير معلم، شغلت لنا بالنا. ماجد افندي شاكك انه فريز النو يمكن يكون ورا خطف كريمة نوش السعد. ماجد افندي والمخفر بكره الصبح بدهم يدوروا عليه، نحن من اللحظة هي بدنا ندور عليه ونجيبه. بس يا معلمي، فريز النو ما حدا بيعرف وين بيروح وين بيجي. بتدوروا عليه، بتروحوا له عند اهليته، لعند اخواته، بتشوفوا لمين عم يبيع ومن مين عم بيشتري، وين عم بياكل، وين عم بيشرب، وين عم بينام. قول الله يا معلم، وبإذن واحد أحد قبل طلوع الضو رح يكون تحت رجليك. أنا بعرف إنه الشغلة ما أنا سهلة، بس بعرف كمان إنه عندي رجال قادرين. اعتبرها صارت معلم، أمرك معلم. قولوا والله. أبا، السلام عليكم. الله معكم. تعال يحون من هون. لك يا فمي، عاجل انت بتطلعني وبتنزلني، والله دوقتني. لك وين هالمالكاني البطيخة هاي معك انها نصر؟ لك حاجتك بقى تلعي، ليكنا وصلنا هاي المالكاني، شوفها قدام عينك. وين هالمالكاني؟ مالك شايفها؟ لا مالي شايف شي. بجوز لانه الدنيا ليل وعتم ما رح تشوفها مزبوط. لك كنا جينا بالنهار وخلصنا. لك شوف النهار بدك تجيبنا بالحرائي وبالشوب؟ اخي ما حبيتها لهي المالكاني كلها على بعضها، ما حبيتها. شو قصدك يعني؟ اخي بيع على هي المالكاني ورجع لي ذهباتي وبلالي الدويقه كلها على بعضها. ايه ما فشرت تاخذ ذهبي وحده ولا؟ لك شو عم تعمل يا فامي؟ عم تسحب على اي سكينه؟ شو جنيت انت؟ بدي اذبحك واخلص منك ونسيك الذهب ليوم يومك يا كلب. هلا بصرخ بلم عليك الناس يا فهمي. قد ما صرخت هون وقد ما عيطت ما حدا رح يسمع. بدي نسيك الذهب طول حياتي. يا عالم كلب يا هو، تعال هون يا سحر يا واطي. ان شاء الله طمني شو صاير. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير يا ام طارق. اهلين يا ابي، اهلين. الله يرضى عليكم. ابو سيدك اللي شو صار؟ خلاص ام طارق، خلاص. بكره الصبح ان شاء الله بنسمع اخبار بتسر الخاطر. ان شاء الله يا رب. فوتوا نامي حبيباتي، فوتوا نامي. ما بيجيني نوم يا ابي. وانا كمان ابي ما بيجيني نوم. نحن نحب على وش السعد يا ابي، ما بنغار منها بنوب. يا بي خذ الطاقة اعطي لاختي وش السعد، انا ما عاد بدي الطاقة. وانا كمان يا بي خذ الطاقة واعطي لاختي وش السعد، انا ما بزعل. لا يا بي لا، خلوا الضواء برقابكن، انتو غاليين علي يا بي. انا بحبكن مثل وش السعد، بس هيك انت حبها اكتر لانه صغيرة. يلا يا بي روحوا نوم،
نحن بنحبها على محبتك يا بي. ولما حطها من عيوننا من جوا. معناتها روحها غرفكم صلوا وادعوا. ادعوا ادعوا لرب العالمين انه يرجع لنا اياها سالمه غانمه. الله يخليكم يا رب. الله يخليني اياكم. يلا يلا روح. خيرك يا بي. تصبوا على خير. بوس رجلك تقلي شو صار معك؟ بعد ما خبرت ماجد افندي عن علاقتي مع فريز النو هذيك المره صار يشك انه هو ورا الموضوع. يو شو هالحكي؟ هذا اللي صاير. يبعت له حمى تقتله؟ شو دخله تاجر الانتيكه بالبنت الصغيره ليخطفها؟ لك مو انا حطيت عليه الحد وكنت بدي اقتله هذيك المره مشان ام صابر. هاي ايوه ايوه ايه. بس هي بتضل مجرد شكوك. لما يمسكوا رجال المخفر بتبين الحقيقة وبينحل اللغز. يا رب دخيل اسمك، يا رب دخيل اسمك ينحل هاللغز يا رب وترجع لبنتي سالمة غانمة. دخيلك يا رب، دخيلك لا تضيبني من البنت. دخيلك قول يا الله. ليش ما نمت لهلا تقبرنا؟ ليش انا قدران نام يا عمو؟ قدران نام. اخي وشقيقي نقتل قدام عيوني يا عمو. كيف بدي نام؟ هي ارادة رب العالمين. هيك حكمته وهيك رأت. والله بعدي اسمه. إذا حب عبده ابتلايا روح أمك، والصابر على مصابه أجره عظيم عند ربه. وين رحت وتركتني يا أخي؟ وين رحت وتركتني يا أخي؟ يا ريت أنا ولا أنت يا أخي. يا ريت أنا ولا أنت يا عب. لا يا حمزة، لا عم تبكي؟ لا يا ابني لا، انت هلا رجال البيت ولازم هيك تكون قدام الناس. اصحك يا ابني تبكي، لازم بتكون قوي. سمعان؟ صحيح اخوك زعل على ابوك لما مات، زعل ما بتحمله جبال ولا بتلمه بحور، بس كان قدام الناس صلب وقاسي وما نزلت له دمعة. عباس شقيقي يا أبو، إذا ما بكيت على أخي على مين بدي أبكي؟ على مين بدي أبكي؟ خلي زعلك بقلبك يا روح أمك، الزعل بالقلب تشكو القاسي. وحياة رحمة الغوالي يا أبو، وحياة رحمة الغوالي لرد الطاء عشرة، ولأجعل ليل الفرنساوي نهار ونهار ليل. لا يا أمي لا، هلا مو وقت هذا الحكي. نحن في عنا عزا، وفي ناس عم تفوت لعنا وتطلع من عنا. بعدين أنا ما صفي لي غيرك بهالدنيا يا ضو عيون، مشان تنور لي أيامي الباقي. يا ريحة الغالي أنت الثاني، أبو بعدين أخو، يا وحيد يا وحيد يا وحيد يا وحيد.
إلا وجعني بشير. والله ما تركنا لا زق ولا بيت إلا ما دورنا فيه وما لقينا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لك وبعدين؟ ما له أسر يا سيد الرجال، ما له أسر. اسمع يا حاتم، دوروا كمان، يا بتلاقوا هالعاطل يا بتلاقوش السعد. روح ترخص لك يا معلم. الله معك. السلام عليكم. مع السلامة. ألو. نعم نعم، رئيس مخفر النبات. احترامي سيدي. نعم سيدي، المذكور جاري البحث عنه لأنه شاكين بأمره باختفاء بنت من القنوات. سيدي نعم سيدي، أنا قبل شوي اتصلت بالسرايا وعممت مواصفات المذكور على كل مخافر الشام. نعم سيدي. مقتول بأرض كيوان؟ لطيف، مقتول لحاله سيدي؟ عفوا، يعني لقيته جنب جسته بنت صغيرة عمرها سنتين ونص. نعم سيدي، نعم راح انتظر التحقيقات. نعم سيدي، بس بعد اذنكم انا حابب اطلع على مجرى التحقيق. شكرا سيدي، مع السلامة سيدي. مع السلامة. يا عم، مين له مصلحة يقتل فريز النو؟ يخرب بيتك، كنت رح تروحنا. العمى بعيونك العمى. لا وكل هالذهب معك ونايم عليه؟ يلا منيح، ارتحت وريحت الخلايق منك. بيته كان حيروحنا. اديني جهنم، ارتاح وريح. يرحم والديك. احكي ماجد افندي، شغلت بالي. فريز النو لقوا مقتول بارض كيوان. شو هلاكي؟ لقوا مقتول بارض كيوان؟ اي نعم، هيك خبروني والتحقيقات جارية. والبنت يا ماجد افندي، لقوا مقتول لحاله ولا البنت معه؟ والله مثل ما قالوا لي مقتول لحاله. طيب والعمل؟ انا اعصابي تلفيت. بدك تطول بالك يا ابو طالب، بدنا نستنى نتائج تحقيق. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل. وين بدها تكون راحت البنت يا ماجد افندي؟ وين؟ هي الله هي الله، عبوا العسل بالجره، طعموها للحلوه لي ام خدود مضواي. قبل ما يجوا النحلة يسرقوا منه وعسلك. هي يلا هي يلا، حطوا العسل بالجر. يعني معقولة أبوها للبنت لهلا ما دري بمقتل عباس؟ يا عبي شو معي لك؟ إذا كان مشان خاطر ابني مشان يجي ياخذ بنته، كل شغلة بتحط العقل بالكف. يعطيك العافية يا مو. أهلين يا مو، طمني شو صار معك؟ برمت على كل معارف أخي يا مو، على كل معارف أخي.
بعمرهم بحياتهم مو شايفين اخي عباس عم يتعاطى مع تاجر حلبي او بيعرفوا شيء عن حلبي، ما بعرف. سلام قولا من رب الرحيم. فتر راسي يا مو، فتر راسي من الصبح من قرنه لقرنه ولا تتعبي. طيب والعمل لك امي والعمى؟ والتاني ابوها شلون بيرمي بنته هيك رميه؟ علي الحلال ما عم بفهم، شغله بتحط العقل بالكف. والله انا كنت هلا عم بسال حالي نفس السؤال. بس على قولت المثل لك امي قال الغايب عذره معه. انو عذر يا عمو؟ انو عذر وبطيخ بمسمر؟ واحد بنته من لحمه ودمه بيرميها هيك وبيمشي؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. خوش اخي الله يرحمه وصاني وصل البنت لابوها يا عمو، هو وصاني. وما قال لك شو اسمه؟ ما لحق يا عمو قبل ما يقول سلمها. قولي على طول، قولي على إذنك يا ابني، أنا هتحيلي وتحرق قلبي قبل ما يقول سلمها. يعني الله يرحم ترابه. وقت ما حدا سمع عليك يا عم حسين. كنت متمني تمسكوني بعد ما سلم على الحجة. سد بوزك. أمرك. بس الله وكيلك شعب البيت قريب، خليني مسي عليها. هدو. حرك. خير صبوحي؟ الفرنساوية تكاتروا مسكوا محسن عمي أبو عزيز. لا تقولها. شوفت عيني. طيب. طيب انطرني هون لألبس وجاي معك. يلا. طيب بركي تاجر هالأنتيكة المقبور على قامته قبل ما ينقتل حاطت البنت عند حدا من معارفه أو قرايبينه. تحقيق جاري يا أم طالب، ومدى الأفندي وعدني تابع الموضوع بذات نفسه. طيب وبركي لحقينه الفرنساوية وقاتلينه وبعدين أخذين البنت منه. وشو بدهم الفرنساوية ليقتلوا واحد مثل فريز النوم؟ بيكون عامله شي شغلة خايسة ولحقينه الفرنساوية وقاتلينه. ما بعرف يا أم طالب. أو يمكن مشتبهين فيه ولحقينه وقاتلينه بالغلط، وكون البنت ضلت لحالها أخذوها الفرنساوية منه. إيه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. رح يفقى راسي يا طالب. قوة تغلى بالله العلي العظيم. رجع لورا. ايوه مين هاد؟ انا اختي محسن، انا المختار ابو عزيز ومع الشيخ عبد الرحمن. فينا جوزين كلام معك اذا مرتي. يا ميت اهلا وسهلا، والله اجيتوا بوقتكم. حاكم غليان قلبي على ابني محسن، له بالليل امبارح ومبين. اسمعي يا اختي، شو الجغم اللي انت سويته عشان جابوك عندي هون يا حيوان؟ جاوب. جاوب. انتو ليش بدو قتلو اسكح فخنسي؟ انتو ليش ما بتحبوا فخنسيين؟ احنا جينا هون عشان نساعدكو. قولي سان كو بيرسون ساش، وانا بسامعك. اعترف، مين ساعدك؟ مين وخاك؟ مين قالك عشان تقتل اسكح فخنسي؟
من وراك. انا بودك اني بسامحك. قول عفو. اثنين اسكر فرنسي انت قتلتهم صح؟ طيب قول لي كيف قتلتهم؟ قول هيك. اسباس دو كريدان. ماجد أفندي، خطر لي خاطر. شو؟ ليش ما يكونوا الفرنساوية هن اللي قاتلينه لفريز النوم؟ ايه والله. ولما قتلوه كانت معه البنت أم أخدوها؟ معقول؟ وانت شايف بهاليومين الفرنساوي نازل تقتيل وحفظ بهالخلايا على أبو جنا. وارد جدا، ممكن يكون صار هيك فعلا. لذلك يا ماجد أفندي، بمعية الله ومعيتك لازم نوصل للدورية اللي قتلت فريز النوم، ومنها رح ناخذ الخبر باليقين. معقول؟ خلص تركي هذا الموضوع وانا رح اسال معارفي بطريقتي. الله يرضى عليك، واستعجل شوي، انت شايف الحال وبالبيت عندي ما عم بتهدوا. تكرم يا ابو طالب، وصدقني موضوع المحروسه اخذ كل وقتي. الله يرضى عليك يا ماجد افندي، ولا يضرك بمحب بجاه الحبيب محمد. يبعث لي حم عليك يا ام محسن. وامتى صار هالشيء؟ على قولهم انه امبارح لقطوه هيك بطلعت القاضي. حسبنا الله ونعم الوكيل. بتعرفي اختي ام عباس، صار لي 10 ايام عم بترف عيني وعم شوف منامات وحلمة. شوفي شو صار. بدك تطولي بالك لك اختي، بدك تطولي بالك. المهم انه عايش ومصيره يرجع، مو مثل ابني عباس اللي على قلبي يلي انخطف مني وهو بعز شباب. لك شو بدي احكي وشو بدي اقول. مرات بفيق من نومي بحس انه رجع على جواتي، وبضل بناديله وبضل بناديله وبضل بناديله. بعدين بقرا آية الكرسي وبرجع بنام. الحمد لله الحمد لله. مالك علي مين يا اختي ام عباس؟ إني قلبي محروق على موتة عباس ابنك. كل ما بشوفك بدوب خجل منك، وصلت أوعيه بينسلق قدك لما بتذكر إنه ابنك عباس كيف مات وهو عم يدافع عن ابني. بس ابعت لي حد مشان الله تعطيني. أعوذ بالله. يعني شو هالحكي؟ أنت حطي عينك بعين الله وسلمي له وخلص. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. إيه تفرج يا أفضل، إن شاء الله تفرج. وإلا بتلاقي محروسة بنتك وش السعادة إن شاء الله. يا رب يا رب إن شاء الله. إيه نعم إيه نعم. المهم أنت خلي عينك بعين رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما بيصير تيأس يا أبو طالب، لا تيأس، لا تقنط من رحمة الله. إيه بس أنت لازم يكون عندك أمل. والله يا أخي يا أبو عدنان، عمري ما عرفت اليأس، واملي برب العالمين كبير كبير. بس انتم شايفين الحال يا اخوان، ايام وليالي وشهور عم بتمر بمراره العلقه. ابا يا يلا يلا الله. السلام عليكم. مرحبا يا عرب الشام. يا ميت اهلين وسهلين، تعج راسي شلونك؟ اهلا وسهلا. وين الغيبه بعد زمان؟ والله والله انت اذا انت ما بتجي لعندي فانا بجي لعندك، شو بدي اعمل يعني؟ يا ميت اهلين وسهلين راجي افندي، يا حلت علينا البركات. شاي ولا بارد تاج راسي؟ ما
ما حذرت بنوم. ما فهمت عليك سيدنا الافندي. ايوه بكره وقت اطلبك لعندي على النظاره افهمك اياها بالقلم نشرح. اوف خير خير شو صاير؟ انا خدامك سيدنا، انا خدامك. حاجز دبا ولا؟ حاجز دبا عمل لك، وين رحت بعت لك اياه؟ مين 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 قصدك؟ مين قصدي؟ فريز النو. الله لا يوفقه. الله يورجيني في يوم. اوف اوف اوف، ليه بقى؟ والله يا سيدي لو ما انت بعته لعندي وامرتني اني خبيه عندي إيه كنت فرمته فرم لهالمضروب. قال قاويناه عنا، قام سرقني وهرب. يخرب بيته لا عنده شرف ولا عنده ضمير ولا عنده اخلاق. ابو فهمي هالحركات مو علي انا. انا اسمي راجي افندي، رئيس مخفض اماريه. وينه؟ وين عامل لك؟ والله ما بعرف، ما بعرف يا سيدي ما بعرف. لك حاج دباب لا؟ وينه فريز النو؟ اللي لشوف. صدقني ما بعرف وينه. ايه؟ شو علي يا ابو فهمي؟ بس بكره وقت استدعيك لعندي على المخفر بتهمة قتل فريز النو، ساعتها قال لي ما بعرف. والله ما تطلع من عندي بالما نتفاهم. راجي افندي، راجي افندي بوس رجليك. انا خدامك. انا ايه ها بوس رجليك. خلينا نتفاهم، خلينا نحكي حكي غير. من الاول ما بدي بقى خلصني. تفضلوا تفضلوا. شوف شغلك، يلا روح روح بسرعه. بذمتي بضميري بصحتي بعافيتي انا حاسب حسابك من الاول. كذاب ولا؟ والله حاسب حسابك من الاول راجي افندي. بصراحة يا اخوان سمعنا من مدة بدورية فرنساوية ماسكين بنت عمرها من سنتين لثلاث سنوات وبحجة انه قرايبها ضد الفرنساوي. ايوه ومثل ما فهمت بحيث لما كانت الدورية اخذ البنت طلعوا لهم رجال وعلقت علقة قوية من دين الله مولاها. المهم وصلنا للزبدة لك ابو عزو. شيك شو صار بالبنت يا ابو عزو؟ فهمت بانه قتلت بالطوش اللي صارت بالشافور. ابو عزو يرحم والديك لا تقولها. وحد الله يا ابو طالب، وحد الله. استهدي بالرحمن ابو عزو. انتو سألتوني وانا جاوبتكم يا جماعة. يا الله يا الله وحد الله وحد الله يا ابن الحلال. لك مشان عافيتك رجال عندي شدائد يا ابو طالب. وحد الله وشد حيلك. وحد الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. وجسمال البنت وين صارت اراضيها ابو عزو؟ دفناها بمقبره باب الصغير. لا اله الا الله محمد رسول الله. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا هو الأب. طول بالك أخي يا طارق، طول بالك. ما بيجوز على الميت غير الرحمة. البنت راحت عند ربها شهيدة. سمونا الفاتحة يا جماعة، سمونا الفاتحة. صالحين دمك ما راح يروح حدر يا بنتي. يا وش زحت ما راح يهنالي العيش والفرنساوي ببلادنا يا حبيبي. تربيك شانك بشان الكبار والأبطال. ما راح أقابلك إلا بطلوع الفرنساوي من بلادنا. وأنا أبو طالب، أنا أبو طالب نور الدين الأنوادي. يا حلوه يا كربوجه انت كيف ان شاء الله صح مطرح ما يسري يمري يا تيتي. يلا يلا هاشي 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 هاشي.
صور تمرين هذا خيل. وينكم يا مو؟ أهلين، هي عمك حمزة. يقبرني يا الوش، طب يقبرني يا الوش. شايفها صغيرة قديش صارت بتعلق فيه؟ وأنا تعلقت فيها كثير يا مو، لدرجة صرت حاسة وحدة من أهل البيت. وأنا كمان بيني وبينها لما بتنام بحس البيت كأنه فاضي، بتذكر روحي متعلقة فيه. بس أول عن آخر البنت في إيدها بدهم يجوا ياكلوها يعني. لو أهلها بدهم إياها كانوا إجوا من وقتها وأخذوها. ما بتعرفي شو صاير معهم يا مو، ما بتعرفي شو صاير معهم، الجماعة ممكن يكونوا محروقين على شي قصة، ممكن يكون قلبهم لايب، ما بتعرفي شو فيه. هيك قلتها؟ معلوم يا مو، معلوم. لكان في حدا بيترك ضناه هيك. طيب أنت شو صار معه؟ لا برجلي يا مو، وأنا من سوق لسوق، ومن حارة لحارة، ومن تاجر لتاجر، وما في خواص، تيتي تيتي، مثل ما رحتي مثل ما أجيتي. يا مو من 20 يوم لحدية هلا، ما في تاجر حلبي دخل على الشام، سألت الكل. ما ضل قدامي غير اني اروح على المخفر وبلغ. اي قل هو الله احق. شو مخفر ما مخفر؟ لا تقبرني، نحن مو خرج مخافر. بعدين البنت بركي كان في وراها شي قصه، شي عمله، شي شغله، يقوم ينحكى على اخوك عباس. لا تقبرني، لا انا ما بقبل ينحكى على ابني، ما بقبل، الله يرحمه ما بقبل. لا ما في مخفر. اي لكن ما ضل قدامي غير اني اخذ درب طريقي واروح على حلب. شو حلب وما حلب؟ انت الثاني؟ ليش انت بتعرف اهلها؟ بتعرف اسم ابوها؟ بعدين حلب ما له صغيره، كبيره، بيقولوا اكبر من الشام حتى. ايه بس صار لازم نحل قصه هالبنت يا ابو. مزبوط امي، وانا كمان قلبي متلوع على امها وعلى اهليتها. بس شو بدنا نعمل اذا ما بنعرف وين هن وين ساكنين وشو اسم ابوها؟ يا ابو هاي البنت في وراها اهل، ما بيجوز من الله بيكون قلبهم محروق على غيابها. يو قبل أول ما بدنا نعرف وين أراضيهم. المعنى يا أبو؟ المعنى بتبقى البنت معنا. إيه وبتضل عنا لحتى يجوا أهلها وياخدوها. إيه شو قالك أمي؟ شو قال؟ طالما ما عرفنا مين أهلها وين أراضيهم بتضل البنت عنا لحتى يجوا ياخدوها. تبقي عنا عمي؟ يقبرني الوش. شفت؟ البنت حبتنا لك امي وتعودت علينا، خلاص خليها عنا. يا امو ما اختلفنا ونحن تعودنا عليها وتعلقنا فيها كثير، بس خلاص امي اتكل على الله وحاجه تدور وتسال عن اهلنا، والله بيشهد علينا انه نحن ما قصرنا. واذا بدك تدغري انا حاسستها من ريحه اخوك عباس. الله يرحمك يا اخي عباس. لك احلى تركه من ريحته، الله يرحم التراب يلي لمه. يا مو ليش فكري عم يقول لي انه شو امي؟ احكي. ما بعرف ليش قلبي عم يقول لي انه هالبنت بنت اخي عباس، واخي عباس متجوز بالسر ومخبي عنا. يو اسمعوا على السمع، ليش لحتى يتجوز بالسر ومن دون علمنا؟ ما بعرف بس عقلي هيك عم يقول لي يا امي. مو راكبة لك امي؟ ليش من دون علمنا يتجوز اذا نحن يلي كنا راكدين ورا من سنين وايام لحتى نجوزه؟ ليش؟ مزبوط عم تحكي يا امي مزبوط، بس انت نسيتي انه اخي عباس قطع على حاله عهد قدام كل اهالي الحاره انه لا يتجوز ولا يدوق طعم الفرح غير لياخذ بدار ابي الله يرحمه. مزبوط هالحكي. هلا في شي عم يقول لي صدقي وفي شي عم يقول لي ما صدقي. شو يا مو؟ بكره جاي اليوم اللي يثبت لك فيه صحه كلامي. هاي البنت بنت اخي عباس، اطلعي بوشها منيح، شوفي الشبه ما بتشبهه. شوفي يا مو، شوفي. بتشبهه كثير. الك كم معقوله واحد يجي يحط بنته عند اخي عباس ويغيب 20 يوم هيك وما يسال عنها؟ اي والله ما انا راكبه بنوب يا مو. مزبوط مو راكبه مزبوط، عم تحكي صح. بس قلي شغله، هلا لو كان هو متجوز وين مرته؟ ليش ما اجت سالت عنا لهلا؟ ليش ما اجت عزت بجوزها؟ قلي ليش يا مو. جايز اما للبنت تكون بقرنة بعيدة وخبر ما مات اخي عباس لحدية هاي اللحظة ما وصلها. صح، معقولة امي؟
مزبوط عم تحكي، مزبوط مزبوط مزبوط. يا مو خلصنا من القصة بقى، عوفت حاجتنا نقلها صغيرة وصغيرة، خلينا نسميها شيء اسم. بلا صار لازم نلاقي لها اسم، وانت لاقي لها اياه، خلينا نستفيد من علامة. اخي عباس الله يرحمه استشهد كرمال الشام يا مو، وانا عم قول منسميها مال الشام، شو رايك؟ مال الشام والله اسم حلو كتير، لكان مال الشام وبنت اخوك عباس، والله بنت المرحوم عباس، والله لك تقبريني، لك تكفنيني، لك تطلعي على قبري يا مال الشام يا بنت عباس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مسواها الجنة يا أبو طالب. الله يخلي شبابك يا ماجد أفندي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. شكر الله وسعيكم. شكر الله وسعيكم. شكر الله وسعيكم. تعالى الرأس شيبا ولم والصالحين وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين. أوه يا طول يا طول، أوه يا أمح بالعدول، أوه يا اللي ما حد هالنعمة، أوه يا الطحور عجول، أوه يا مال الشام، أوه يا ريحة الغوالي، أوه يا حلوة ونعمة، أوه يا ماني ورسماني. ليش حلوين هالأوعية تتي؟ دعي حبيبتي، هذا عمك حمزة جاب لك إياها، وجاب لك كمان طوق بياخذ العقد، بدي شرحك هاد ولبسك هالطوق. لا 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 لا. ليه؟ ليش لا لا لا؟ تقبريني هذا الطوق أحلى. يلا يلا خليني شرحك يا لك. ما بدي مثل ما بدي، على راحتك. خلي يا ابو ويكم. ايش عمك حمزه؟ عم 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 عم. لا 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 لا، تخيلوا انا تخيلوا لك يا روح عمي وقلب عمي وعيون عمي انت لك. تخيلوا شايف يا مو؟ شايف قديش صار مت على في يا مو؟ صدقيني ما عم صدق على الله، ارجع من الفرن لحتى اشوفها لانه روحي متعلقه فيها. لك تخيلوا شلونك؟
الحمد لله الحمد لله. يعني خلاص قررت تترك دراستك بنوب بنوب لك امي؟ غصب عني يا مو، غصب عني. وبدك تروح عليك تعب كل سنين؟ يا مو، انت بتريديها فرن ابو العباس الجابري يتسكر؟ لا انا ما عم اقول يتسكر، عم اقول يعني لو بتحط شغيل وانت بتكمل دراستك. يا مو، مو انت كنت تقولي مال الناس مأمن عليه ابليس، بتريديها نترك الفرن لشغيل؟ لا بس يعني كان املي تكمل علامك وشوفك هيك من اعلام الشام. هيك الله راد يا مو، هيك الله راد. كمان كان الفران مانو كخر. تعي عمي، تعي ارجيكي شو جبت لي دخيل. وانا فوتي لعنا لانها تستناني غير مره. طيب شوفك بكره اذا هيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. Thank you.
سلامتكم سيدي. شو رأيك؟ بيطلع مني شي؟ شو رأيي؟ مال الشام بنت عباس بيطلع منها يعني؟ وعم حمزة الله يخلي لي اياك طول العمر فوق راسي. يلا روح يا عمي، خلينا نلحق ستك من عباس قبل ما تزعل. أنا ما بهون علي زعل أصلا. مسيو الغوفرنور كولونيل فرانس vous êtes bienvenu. Merci monsieur. Je vous présente ma sœur Camélia. Mademoiselle Camélia, vous êtes la bienvenue à Damas. Très heureuse, monsieur le gouverneur. Je vous en prie. Merci. Merci. Colonel, je sais que vous avez tant appris l'histoire de l'Orient. Et vous voilà à Damas, à la porte de l'Orient. Et puisque vous parlez bien l'arabe, d'une manière magnifique, ce que j'ai appris, je crois que votre mission sera plus facile. Je l'espère, monsieur. كمان كاميليا بتحكي عربي كتير منيح. Et c'est moi qui lui ai appris. كان معلم كتير شاطر. C'est parfait. On m'a dit que la situation à Damas n'est pas rassurée. C'est vrai, monsieur, c'est vrai. Malheureusement, la mentalité des Syriens n'est pas si facile à comprendre. Mais puisque France parle très bien l'arabe, il comprend pas seulement leur culture, mais leur mentalité aussi. Mademoiselle Camélia, il me semble que votre frère compte beaucoup sur vous. Alors, je vous demande de bien vouloir de l'aider dans sa mission. Avec plaisir. Merci de votre confiance, monsieur. Comme vous savez, nous sommes venus dans ce pays pour l'aider à se développer. Mais malheureusement, les Syriens agissent toujours par haine et par rancune. Et c'est vraiment dommage. Colonel, malgré les efforts militaires qu'on a choisis contre ce peuple, mais malheureusement, on n'a pas toujours réussi. C'est pour cela que j'ai vu d'utiliser la méthode de renseignement afin de trouver une solution. Et vous étiez parmi les meilleurs dans ce domaine. C'est pour cela, je compte à vous pour trouver une solution. Je suis là pour ça. Alors je compte sur vous pour cette mission. Je crois que c'est le temps d'aller manger. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, on boit la santé de Mademoiselle Camélia, ainsi que celle de Colonel France.
Merci, monsieur. Ces plats, monsieur, sont le plus délicieux, les plus beaux de Damas. C'est délicieux. C'est vraiment délicieux. Hein? Ce peuple ne s'intéresse qu'à leur estomac. Ah bon? Non seulement à l'estomac, monsieur, à la reproduction. Surtout la reproduction. Colonel France, on vous a accommodé une maison magnifique, confortable. Et vous aviez aussi un conducteur et un serveur qui vous va faciliter vos affaires. Merci, monsieur le gouverneur. Mais qu'est-ce qui se passe? Ne vous en faites pas! Je le saurai tout de suite! Qu'est-ce qui se passe, capitaine? Je vis! Le Bardin! Allez-y! Tout de suite! Ahtirami, Seydi! Qu'est-ce qui se passe? Les rebelles ont tenté d'enlever le colonel George. Ce n'est pas vrai. Malheureusement, gouverneur, c'est la vérité. Et après? Après un accrochage avec nos soldats, ils ont pris la fuite. Mais ne vous en faites pas. Nos soldats les suivent pour le moment. Certainement, ils vont les capturer. Les rebelles osent enlever un de nos officiers. C'est une affaire très grave, monsieur. Ils doivent être punis. Nous sommes à votre service, Excellence. Colonel France, vous voyez ce qui s'est passé au jour de votre arrivée? Oui, monsieur. Cela vous chargera de multiples responsabilités. Je suis à votre service, monsieur. Je vous assure, monsieur le gouverneur, que l'arrivée du colonel France ne donnera aucun résultat. Au contraire, ça ne fera qu'empirer la situation à Damas. Et voilà, la preuve, ce qui s'est passé dès son arrivée. Le colonel France est l'un de nos meilleurs officiers de renseignement dans l'armée française. Il pourra réussir à trouver une solution pour mettre fin aux rebelles à Damas. Monsieur le gouverneur, d'après notre expérience avec ce peuple, les services de renseignement ne sont pas utiles. Ce peuple ne comprend que par la force et la brutalité. Monsieur, on a déjà utilisé la force contre ce peuple, mais malheureusement, on n'a pas réussi. Le colonel France est très bien doué. Il connaît les caractères et la mentalité de ce peuple. Et je crois qu'il va réussir dans ce domaine. Malgré que je ne suis pas d'accord pour cette solution, mais je lui souhaite tout de même le succès. Colonel, je suis très optimiste pour l'utilisation de cette méthode. Sachant que je suis prêt à faire un pacte avec le diable
pour résoudre le problème à Damas le plus rapidement possible. C'est clair, monsieur? Bon, d'accord, Votre Excellence. تفضل سيدي. تفضلي خانوم. ميرسي. تفضل سيدي. خليهم عندك يا أبو خضر. سيدي أبو خضر، اسمي أبو خضر. أبو خضر. في ست يلي جوا اسمها أم عماد، هي اللي بتقوم على خدمتكم. شو قلت لي اسمك؟ أبو خضر سيدي. أبو خضر. أبو خضر، خلص خليهم عندك وفيك تنصرف. أمرك. يا ميت أحلى وميت سهلة، شرفوا أنسي بيتكم ومطرحكم. وانتي مين؟ ام عماد. اهلا يا ام عماد. تفضلي يا سيدي. تفضلي يا خان. ممكن الورد؟ بحب الورد. الك شو اسم هذا الشراب؟ هذا يا سيدي احلى واطيب والذ شراب توت شامي، اللي ما حدا بيعرف يعمله غير اهلنا هون بالشام. ذوقوا وادعوا لي. سمو. ان شاء الله صحة وعوافي، ومطرح ما يسري يمري. انا كل يوم بدي تعملي لي من هذا الشراب. من عيني. الطيب للطيبين. وان شاء الله وباذن الله الاكلات الطيبة رح تكون بخدامتكم. كلها كلها؟ كلها كلها. لانه انا بعرف انه اكلات الشام كتير طيبة. طيب للطيبين يا خانم. وبالنسبة لغرفكم جاهزة ومجهزة وكاملة ومكملة، وبالنسبة للعشاء كمان جاهز. لا لا لا، ما في داعي للعشاء لأنه تعشينا. إيه على راحتكم. تأمروني شي تاني؟ تخسي. أهلا وسهلا. Tu veux goûter? Très bon. Très très bon.
وهي مال الشام يا عباس. ليكا صارت صبية وجاية تخبرك إنها خلصت من مدرسة التجهيز وطلعت الأولية على رفقاتها. أي أبي، وعمي عاملني معاملة الأب لبنته وما خلاني أحتاج لمخلوق يخلق. الله يرحمك يا أبي. روحي يا عمي روحي. مين هذا؟ سيدي هذا واحد من الشباب اللي حاولوا خطاف الكولونيل جورج مبارح من قدام باب الحاكمية. بدك تخطف كولونيل من على باب الحاكمية بكل وقاحة؟ يا سيدي أنا؟ أنت شو يا حيوان؟ سيدي أنا؟ فوكوا أخسروا يا سيدي فوكوا. شو بدكم وراء العمليات؟ ما بقلت يا سيدي ما كذاب كذاب. بتاخدوا على التحقيق وبتخليه يعترف بكل شيء، وإذا مات ما كتير مشكلة. أبصر هدول التقارير المصنفات الأمنية اللي طرحوها حضرتكم امبارح. شباب ضروري اطلع على كل التقارير بخصوص المتمردين. أمرك سيدي. تمر بأي شيء ثاني؟ تابع عملك. احترام. الكولونيل وصل وصار بمكتبه. سيدي مين هاد؟ الكولونيل فرانس مسؤول الأمن. وبعدين؟ ولا شي سيدي، بس حبيت خبرك. مرسي كابتن. احترام زميخ. مثل ما وصيتك تسخف بهدوء. عم تفهم علي؟ مفهوم سيدي. بهدوء مفهوم. يسلموا ايديك، بس والله كثير هيك. ان شاء الله عجبوك يا عمي. ايه طبعا، كل شيء بيجيبه الغالي حلو. عمي انت بتستاهلي بتستاهلي. ولا نسيتي انت بنت مين؟ لا ما نسيت، انا بنته لعباس الله يرحمه، وعمي حمزة الله يخلي لي اياه طول العمر فوق راسي. ستك من عباس امرت انه نتحضر ونتوضب لجهاز مال الشام، بنت الحسب والنسب، بنت العز والجاه، ونحن ما فينا نخالف الاوامر. ايه بس انا ما خلصنا بقى عمي، ما بدا مستحى. ورحمة عباس وابو العباس تحت التراب. لا اعمل لك عرس تحكي فيه الشام كلياتها من كبيره لصغيره، واللي بده ياخذك بده يكون رجال وقبضاي وقدع ومعدل، ها؟ لأنه عم يأخذ مال الشام. مو حي الله بنات. الله يديمكم. السلام عليكم. عليكم السلام. قبضاي وبالبعلق الله يرحم ابوك اللي خلفنا مات. خلينا اياك عمي. الله يعزك. السلام عليكم. نيفا الراس نيفا. وآه يا اسمر اللون حبيبي الاسمر العين حبيبي وعيون وزود ام الكحلي رباني. يعني ما رح تنسيها هالسيره لك اختي؟ ما رح تنسيها بقى؟ لا ما رح انساها، ما رح انساها بنو. عم تتعبي حالك على الفاضي. يعني انا ما عم افهم ليش بعد ما درسنا وتعلمنا امك بدها ايانا نتعلم كار الخياطه؟ ليش غلط اذا تعلمنا بالمدارس نتعلم كار الخياطه لك اختي؟ اختي غلط ولا مو غلط، انا ما بحب لهالشغله. شو بالغصب يعني يا؟ جايه دي. لحق لحق غسيل والله شطف ولا كناسه.
على راسي. السلام عليكم يا رجال. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا عمي عارف. على راسي الشباب والله. أمرك عليك. تأخذ محلي. بشر عمي. وصلتنا معلومات إنه المفوض السامي مبارح بالليل وصل على الشام. أيوه. ومعلوماتنا بتقول إنه الحاكم العسكري طالع لعنده الليلة على مقره بقصر العظم الليلة بعد صلاة العشاء. الله يبشرك بالخير يا عارف. الله وكيلك يا أبو العباس. الشباب مفتح عيونا ليل نهار والكل عندها وحياة شواربها. يعني قلتك قربت طلعت محسن من العباس. قربت يا أبو العباس بعون الباري قربت. وهيات مين جمعني فيك يا عارف ما هي دالي بال لطلع محسن وكل الشباب منسجون الكلاب. قدوا قدود أبو العباس. تقدوا قدود. معناها بتبلغ الشباب الليلة بعد صلاة المغرب بيكونوا عندي بالمالكانة. أم عماد؟ أم عماد؟ يا أم عماد؟ حاضر يا ستي. شو رأيك تعملين لنا فنجانين قهوة؟ واحد إلي وواحد إلك ونقعد نشربهم سوا. يوه 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 أنا أشرب قهوة مع حضرتي. يوه 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 ليش شو فيها يا أم عماد؟ يعني مو حلوة بنو ببنو. ايه مو حلوة ترفضي لي طلب. بقى يلا ناطرة القهوة وانتي لساتك واقفة. لا ايوه طلباتك اوامر يا خانو. ليك القهوة ها جاهزة بس رح اسكبها واجي مثل الطير الطاير بيجي. يلا يلا ليك نيو يلا يلا ما تطول. يلا يا رب يا رب. أحلى وأطيب وألذ فنجان قهوة بالهيل والمسكة يلي ما حدا بيعرف يعمله غير عنا هون بالشام. تفضلي. ميرسي. إن شاء الله مطرح ما يسري يلي. تخي تخي مو. صحتين وهنا. ليش واقفة؟ عادي مو اتفقنا نشرب فنجان القهوة سوا؟ إيه. مبلا يا خانو. إيه يلا عادي. خلص خلص مثل حكايتك ما بدك ليتني ها وهي قعدنا. تعرفي ميمان؟ نعم يا ستي. كتير حلو الحجاب اللي حاططيه على راسك. فيه جمال ووقار. يحلي ايامك الهي. بس عدم المؤاخذة يا خانو قصة هاد الحجاب لا قصة جمال ولا وقار. القصة قصة إنه ديننا هيك بيقول. بس أنا شفت كتير نساء بدمشق ما بيحطوا هالحجاب. أيوة إيه هدول عدم المؤاخذة بيكونوا متفرنجيين. ما فهمت. يعني مثل ما تقولي يعني مثل الفرنجيين. آه طيب ليش ما بتقولي إنه هدول بيكونوا متعلمين أو متحضرين؟ صار إني غلطت بالحكي. لا لا أبداً ما غلطتي يا خانو. الشام ست الدنيا وفيها كل شيء ومن كل شيء أشكال وألوان. فيها العاطي وفيها المنيح وفيها الحلو وفيها القبيح. بس الله وكيلك الله وكيلك اللي مو مناع قلال كتير كتير. عندك مثلا العائلات الكبيرة. شو قصدك بالعائلات الكبيرة؟ يعني يا خانو العيال الزواج اللي مقصلين أبا عن جد واللي هن ذات الحسن والنسا والقصور واللي هنين كبارية الشام والسيادة والزعامة تبعها. وانتي بتعرفيهم لهالعائلة؟ يا اي لك في حدا بيعيش بالشام وما بيعرفهم؟ طيب مثل مين يعني؟ مثل اللهم صلي على النبي. عدي على اصابيعك لقلي. عندك عيلة الدردريني، عيلة الدالاتي، عيلة الأنواتي.
فخامة كولونيل الأمن الجديد بحالة تفقد. شو التهم المنسوبة للسجناء؟ عصيان، تمرد، تخريب. انتوا المخربين اللي عم ينزعوا الحياة بالشام يا حيوانات. كيف بتتجرأ تعصي الأوامر؟ سيدي سيدي، ما خايف سيدي. انت شو؟ وانت شو؟ انا نورتي البيت يا فادية. يسلمك يا رب. نورتي يا اهلا وسهلا فيكي يا فريدة. اعملي لنا فنجان قهوة مثل العالم. يا اهلا وسهلا. اهلا فيكي. امريني. بدي منك يا ست ماري تخيطي لي فستان سهر يكون حلو ومرتب كتير كتير. يو، ليش في بالعادة اعمل لك شغل هيك كيف ما كان؟ لا يو، بس انا عم اكد عليكي لاني معزومة لعن جماعة رفع كتير كتير، واكيد رح يدعوا على العرس اكابر وخوانم وستات الشام، ويمكن يحضر العرس نسوان جنرالات فرنسيين. من يوم يومك معروف عنك انه ما عارفك مستواهن رفع كتير كتير، وعلاقاتك بنسوان جنرالات الفرنسيين قوية ومتينة. ولو بعرف هذا الشيء يا فاتيا خانو. كرمال هيك يا ست ماري انا عم اكد عليكي، بدي فستان حلو ومرتب يكون كتير كتير، لانه اذا الفستان لفت نظر بالعرس كل المدعوات رح يسألوني شغل مين هالتفصيلة، وأنا أكيد رح أقول لهم هذا الشغل الست ماري أشهر وأمهر خياطة بالشام. تسلمي. خجلتيني، هذا من ذوقك. أنتي زبونتي وغالي على قلبي كتير، بس أنا بيهمني إنه الشغل يعجبك إلك بالأول وبعدين منفكر بالناس. وأنتي بتستاهلي. وحياة العذراء لأعمل لك تفصيلة تحكي عنا كل الناس. يا ريت. بعدين أنتي بيلبق لك كتفك راكز وجسمك ما في أحلى من هيك. الله يسلمك يا رب. على فكرة سمعت لك إنه أخته لكولونيل الأمن الفرنسي رح تحضر العرس، هذا يلي إجا عالشام من أسبوع. آه إيه، شو عليه؟ وسمعت لك كمان إنه هالكولونيل حاطت الشربين عيونه. اسم الصليب. كمل عمي كمل. الشباب وصل المعلومات عن وصول كولونيل الأمن الفرنسي جديد عالشام من شغلة أسبوع 10 أيام، عم بيطالب ومو مسمي بالرحمن. امتى اجانا فرنساوي قبل هيك ومسمي بالرحمن لك عمي؟ عم تحكي الدرر عمي ابو طالب، بس المعلومات عم تقول هذا الكولونيل غير شكله غير نكهه. بكل الاحوال دبرته عنا. قد ودود عمي ابو طالب. كمل عمي كمل. هذا الشيء اللي بعتوني الشباب بلغك يا عمي ابو طالب، وبلغوك سلامه. الله يسلمك ويسلمون. اسمع مرني عمي ابو طالب، بتبلغهم يراقبوا لي هذا الضابط الجديد، نشوفه وين ساكن، كيف بيروح على شغله، كيف يرجع من شغله، وين بيطلع، وين بيروح، وين بيقعد، وين بيسهر، وعلى الحارك. أمرك عمي أبطالي. بالنسبة للمونة صارت جاهزة، خليه يبعثوا الشباب ياخذوها بعد بكرة قبل طلوع الضوء. مش عمي أبطالي. الله معك. السلام عليكم. مع السلامة. يسقط الاحتلال الفرنسي. يسقط الاحتلال الفرنسي. يسقط يسقط يسقط. يسقط يسقط يسقط. يسقط يسقط يسقط. يسقط يسقط يسقط. عاش سوريا حرة أبية. عاش سوريا حرة أبية. عاش سوريا حرة مستقلة. عاش سوريا حرة مستقلة. يسقط الاحتلال الفرنسي. يسقط الاحتلال الفرنسي. يسقط يسقط يسقط. يسقط يسقط يسقط. يسقط يسقط يسقط. يسقط يسقط يسقط. عاش سوريا. عاش سوريا. يسقط الاحتلال. شو هاد؟ شو عم يصير؟ شو هالفوضى هاي؟
طلاب عم يتظاهروا مثل عادي سيدي. فرقوا هالمهزلة بسرعة، مفهوم؟ حاضر سيدي حاضر. عاشت سوريا حرة مستقلة! عاشت سوريا حرة مستقلة! عاشت عاشت عاشت! كيف كنتوا ساكتين كل هالوقت على هالمهزلة؟ سيدي في تعليمات عليا لعدم التعرض للمظاهرات السلمية لأنه بتعتبرها مظاهرة حضارية وديمقراطية. هذا مو هون يا فخري، مو هون. لازم يكون في تعليمات جديدة. كلامك صحيح سيدي، شو بتشوفه؟ لازم نوجه رسالة كتير واضحة لكل المدارس وإداراتها وكل المسؤولين عن التعليم بفصل أي طالب بيشارك بهالمظاهرات والمهازل. اعتبره صار سيدي. وهي أحلى طربوش لأحلى عمي أبو مرزوق بالأنوات كلها. شوف لي إياسو على المراية. الله يسلم هالديات، شي راكز تمام. ويسلمك، هذا مخمل أصلي وما بينمش على الغسيل. ها بعرف عمي، بضاعتكم أصلية لأنه أبوك الله يرحمه كان صاحب أمانة. تسلم عمي تسلم. الله يسلمك يا رب. سيك عمي مسيك، تخرجهم بالهنا إن شاء الله. روح الله يعوض عليك كل قرش بعشرة والأهل كمان. يلا السلام عليكم. وعليكم مثل ما ذكرتوا. وينك لهلا؟ ليش هيك عم تأخر كل يوم والتاني؟ ماني متأخر متأخر. شلون يعني مالك متأخر؟ جنابك صار لك ساعتين طالع من المدرسة. بصراحة أخي رحت لعند واحد صاحبي وأخذنا الحديث. أخذكم الحديث؟ كأنك ما عم تزدق معي لك حمودة. عم بزدق لك أخي، عم بزدق. ورحمة أبوك تقلي ليش عم تتأخر لك أخي؟ بصراحة معلوم بصراحة ما بدي إلا لأمك. ولا يهمك، ما حقلها لأمك. عم نطلع أنا طلاب المدرسة مظاهرات ضد الفرنساوي. الله أكبر، أنت عم تطلع مظاهرات ضد الفرنساوية لك أخي؟ شو ماني معبي عينك أخ صابي؟ لك معبي عيني وأعلي وراسي، يقبرني ربك شو زقرت لك أبو حميد. تعال تعال عود احكي لي شو صار معك. شو مسك حبلك بعد كل هالسنين. بركي هيك رب العالمين بعدي اسمه بيطعمك صبي كلهم كم شهر ويمضوا على خير. ولك اختي خففينا شغل اختي ام طالب. برحمة وش السعد ديري بالك على حالك وعلى صحتك. ان شاء الله بتقبر قلبي. لو كانت قاعدة عايشة لهلا كانت هلا بنت صبية بتاخذ العقل عمرها 16 سنة. لك اختي ام طالب الله يخلي لك مريم وصالحه وان شاء الله باذن الله الله بيطعمك هيك بنت وصبي بدل وش السعد. والله يا اختي اذا رب العالمين بيطعمني بزينة بنات بزينة صبيان ما بينسوني وش السعد. هدول البنات عن اذنكم رح افتح لهم الباب. انا بفتح. لا خلي عنك تقبريني انا بفتح. يلا يا الله يصلحك يا عم احمد. ضروري تجيبي سيره وش السعد قدامها لام طالب. المساكين مرق على موتة بنتهم هالقد سنين ولهلا ما قدرانين ينسوها. هي والله معك حق، زله لسان الله يخزي الشيطان. ولا حرام، بيقولوا ابو طالب كل ما اجت سيره بنته بتغرغر عيونه بالدماء. ايه الله لا يلوع مخلوق على محب. امين يا رب العالمين. يعطيك العافيه امي. الله يعافيكم يا حق. الله يعافيكم. ايدك يا امي. يا الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. عنا جوا جاراتنا أم أحمد وأم صابر. إيه منيح بركي بيساعدوني عليكي. يو شو بدهم يساعدوكي علي؟ احكوا شو بكم ليش هيك عم تطلعوا ببعضكم؟ شوفي يا ماما مريم مثل ما هذا ما لها حابه كار الخياطه. هي علينا على هالسيره ما كنا نعرف نخلص منها. لك امي ما بحبوا لهالكار، ما بحبوا. شو بالغصب بدكم تعلموني اياه؟ اكنت ما درست وتعذبت. وطي صوتك عم بقول لك عم بيجي مباشراتنا.
يلا فوتوا فوتوا سلموا عليهم. حاضر فوتوا. السلام عليكم. اهلين اهلين. شلونك حالتي؟ اهلين حبيبتي. اهلين يا عمري. اهلين اهلين يا عميد. اهلين وسهلين. يسلم لي هالوش انت وياها. اسمعوا على هالسيره، قال مريم خانو ما بدها تكمل تعليم كار الخياطه. يو هلا الحكي لك خالتي، في حرمه بالدنيا ما بتتمنى تتعلم كار الخياطه؟ لك كار الخياطه كنز بايد المره لك خالتي. لك وبكره ان شاء الله بس تتجوزي ويصير عندك اولاد، مين اللي بده يخيط لاولادك وجوزك؟ هلا اذا تركتي من عند معلمتك رح تعدي بالبيت لا شغله ولا مشغله. ايه شو ما عملت اعمل والله مالي حاببته لهالكار. اسمعوا على الحكي، الموها مصلحتها لبين ما شق الطبخة عاملي سجقات كمان عم تطبخي لك ام طالب. اسمعي كلمة امك ولخالتي، الحرمة يلي ما معها كار الخياطة مثل الحرمة يلي ما بتعرف تفك الخط. عن اذنكم بس نغير اواعينا مشان نساعد امي بالاكل. تفضلوا حبيباتي. ما شاء الله عليهم كل ما عم يكبروا عم بيزيدوا جمال وحلا. ومبارح طلعنا فتنا على قنصليات الدول الاوروبيه مشان نبين موقفنا ورفضنا الاحتلال الفرنسي. يسعد دينك ما احلاك. كمل ابو حميد كمل. وطلعنا مظاهره ووصلنا على الحاكميه الفرنسيه. الله اكبر لك علي الجيره، مالي مصدق اخي شقيقي محمد كبر وصار يطلع مظاهرات. اي والله مالي مصدق. ليش لحتى ما صدقك اخي؟ فكرتك لساتك فصعون تاريخ متدمشق من وراي لك ازعار. لك في من قدم شكلين عصابات ومدوقين الفرنساوي الامرين اخي. لك الله اكبر لك يا عرب. تعو تعو شوفوا خلفه الشهيد ابو صابر شو طلع منها. بيني وبينك اخي قول ابو حميد، قعدتنا هون ورجال الشام مدوقين الفرنساوي الويل اني حلوه بنوم. شو قصدك لك حموده؟ أصار لازم ناخذ بتار ابوك لك اخي. والله معك حق ولازم، بس والله اللي كاسر ايدي واجري هي امك لك اخي. يعني اللي شكلوا عصابات وعم يقتلوا الفرنساوي ليل نهار لك اخي، ما لهم ما تخاف عليهم؟ والله عم تحكي درر لك ابو حميد، بس والله مو طالع بايدنا شيء. احلى شاي يا روحي اشربوا، وكرك عزم يا روحي اشربوا. تفضلوا. لك شو لك مسعال؟ شايفك عم تغني ومشاري. خير ان شاء الله. لك لو في لأرقص كمان. هات هات احكي لنا السيرة من أولها. مو الأهل رحوا يخطبوا لي؟ بصلاة محمد مبينة لك ليش عم ضيفكم شاي. يعني الشاي اليوم بلا عملي مالوه. لك ندرا علي ايه إذا تمت هالشغلة إيه؟ لحليكن أحلى تحلاية مو بس لكم لأهل حارة كلها. الله يفرحنا فيك عن قريب يا رب. ايه دعولي دعولي. شو سيرة يا اخوان؟ الفرنساوية ملاحين بدر الدين الزين. شو عامل؟ عم يقولوا بالحارة انه قاتل جندي فرنساوي. يا ساتر. لك هذا مو وحيد لامه؟ مزبوط ابو طالب، هذا ابوه مات بطشت الصالحية الله يرحم ترابه. الله يحميه بجاه الحبيب محمد. امين, آمين يا رب. مسعاد. مر معلم. شرفوا عمي. السلام عليكم. وعليكم. شو هو؟ تيتي هدول بدنا نعملهم متبل الله يرضى عليك. خيرك عم تقبلين. اجا عمي حمزه. سبحان مين زرع المحبه بقلوب البشر. قديش هالبنت متعلقه بعمها. حبيبه قلبي بزمتي بديني فرحت لك من صمصيم قلبي يا مال الشام، وجاي بارك لك بالنجاح رغم انه شغلي لفوق راسي وعمك ابو حسام ما بينترك لحاله. تقبري قلبي الله يبارك فيك يا حق. قولي لي تقبري تعي ستك ام عباس كيفها؟ مثل هذا خلقها بروس فنخيل. ربي يشفيها ويعافيها وترجع توقف على رجليها من اول وجديد يا رب. من تمك لابواب السماء. الله يسلمك. قولي لي مال الشام وعمك حمزه كيفه؟ يقبر قلبي طاير عقله من الفرحة، وخصوصي اني رحت لعنده على الفرن وفرجيته الشهادة. لك لك عمك حمزة عنده ياكي بغلى عيونه، بعدين هو عمك مثل ابوك يو. ايه والله مزبوط. ايه خالتي بس بدي احكي لك شغلة بيني وبينك. قولي تقبريني. شوفي عمي حمزة كل يوم عم يتأخر عليك، وانا والله العظيم عم بقلع عليه كثير. انت قبري عيوني، ديك عمك حمزة صار رجال قد الدنيا، بيكون عم يسهر مع رفقاته. قلتي؟ ايه لك انت قبريني وين بده يروح لك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلين بنت مريم حسان. أهلين يا تقبري عيوني. أهلين حبيبتي. أهلين عن إذنكم لحلق على الكوسايات وراجعتلكم. إذنك معك تقبريني. الله معك دخيل قلبي. إيه أختي مبارك نجاح مال الشام وعقبال ما تفرحي فيها يا حق. الله يبارك فيك. كيفك أختي؟ كيف وجوزك أبو حسان؟ آخ يا أختي آخ بيني وبينك والله أبو حسان على طول مصبص. الله يعينه ويساعده. المهم تقبري قلبي أنت كيف صحتك؟ كيف عافيتك؟ والله أنا صحتي كل ما لا لورا. وغياب حمزي عن البيت كل يوم والتاني رح يقصر عمري أكتر ما له قصير. لك يا تقبري قلبي حمزة صار رجال وإله معارفه وصحابه. وين بده يروح يعني لك أختي؟ وين بده يروح؟ والله أنا كل خوفي يكون صار مع الرجال اللي عم يقاتلوا الفرنساوي. يو معقولة؟ هيك قلبي عم يقلي وخايفة يصير معه شي مكروه لا سمح الله. ومالنا معيل غيره من بعد رب العالمين. ما بكفي أخوه الكبير يلي راح وحرق قلبي عليه. أنا رجل هون ورجل بالقبر وكل خوفي على مال الشام من بعدي. شو أعمل لك أختي؟ شو أعمل؟ يو أنت التانية لك أختي لا تسوديها كتير. خلي إيمانك بالله قوي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. معقول عمي حمزة يكون مع الرجال اللي عم يقاتلوا الفرنساوية بدون علمنا؟ لي على قامتي والله روحي متعلقة في أنا. إذا بيصير له شي والله بجن. وصل يا كبير. السلام عليكم يا كبير. أهلين يا أبو ضاي. أهلين عمي أبو طالي. بري عليك وفعيلك اللي قمت فيها فعيل شاب أبو ضاي شبعان من حليب أمه. هذا من زواك عمي أبو طالي. بس بيني وبينك عمي سنك وعمرك وتجربتك بخوي طرية بدك تدير بالك على حالك. وأنا بنصحك تبتحي بشبابنا أضمن لك. مالي غنى عنك وعن أفضالك عمي أبو طالي بس من بعد إذنك أنا حابب ضل حالي عم ناطح الفرنساوية. اسمع يا بدر الدين أنا عم بحكي من خوفي عليك. لا تخاف علي عمي أبو طالي وبإذن الله من بكرة رح تسمع أخبار تسر قلبك وخاطرك. مشي الله يرضى عليك يحميك. الله يديمك عمي ويديم كل زقرتاوي من أمثالك. يلا عن إذنك أنا لازم أمشي. الله معك. الله يحميك. سيدي أولاد حدا بيقول لك أولاد؟ بس الأولاد رح يكبروا يا أبو خضر. سيدي بس يكبروا بيعقلوا وبيعرفوا إنه هي الشغلات اللي عم يعملوها كلها بلا طعمة. ما بعتقد بس لازم يكون في حل. الحمد لله على السلامة يا سيدي. يلا نغدى شوي هاي طرفة عيني بصير جائد. ماشي بس وين كابيليا؟ بوضتها. استعجلي شوي ماما. يلا ما تطول. يلا خير يا أبو خضر اللهم اجعله خير. شو صاير؟ اليوم نحن جايين شاف مظاهرات على الباب الحاكمية بس مو تلك العادة. عم ينادوا بدهم فرنسا تطلع من البلاد. انتزع مراقه على الآخر. يو المظاهرات ما هديت من لما فاتوا الفرنساوية على البنا. شو عدا ما بدها هلا؟ العافية يا مو. أهلين تقبروني. إيدك يا مو. لك الله يخلي لي اياكم ويحفظكم بجاه رب العالمين ويخلي لنا اياك ولا يحرمنا منك بجاه سيدي ربي. تقبرني لك عندي خبريه راح تنططك عن الارض نططه. شو هالخبريه يا مو؟ اليوم رحت انا وجارتي ام احمد وشفنا بنت ابو علي الدالاتي. ايوه ولك فرح بعبك وافقوا يعطونا وشكروا فيك خيرات الله. بس يا مو انا يعني بس شو يا مو؟ والله بكير على زواجتي هلا مو بكير؟ لا مو بكير. ويلي قدك تجوز وصار عنده عر اولاد ولك ليش مستكتر علي اني شوف اولادك ولك حرام عليكم. وان شاء الله اخوك محمد بس يخلص علامه رح اخطب له وجوزه كمان. ان شاء الله يا مو ان شاء الله.
بيني وبينكم لو ما كنتوا رضعانين بصغركم من خالتكم ام طالب كنت اخذت لكم انتوا الاثنين مريم وصالحه. لك شبك انت وياه؟ ليشك عم تطلعوا بعضكم؟ شو في؟ لا لا ما في شيء يا ماما، ما في شيء. قال ما في شيء؟ قال لا بلا في شيء. شو عم يصير؟ انا بدي فوت ارتاح جوا. السلام عليكم. عنك عنك ايدك. الله يرضى عليكي، الله يرضى عليكي يا مال الشام دنيا واخره، ويبعث لك ايام حلوه مثل هالوش الحلو. تقبر قلبي، والله مكتر اغراض كثير. ما في شيء بيغلى عليك يا عمي، بدنا نحتفل احتفال كثير كبير ويكون على قد هالمناسبه. بتسلمي الله، قلبي من جوا فرحان من الراحه. ايه ما بيكفي يبعث لنا كوسه وقطايف ومحاشي ولحمه؟ لا ما بيكفي، لكن انت مال الشام الغاليه. تقبر قلبي ان شاء الله، الله يخلي لي اياك. اجت خالتك محسان؟ ايه شحجوها. ومن عباس طمنيني كيف اليوم؟ مثل العادة ضايق أخلاقها، واللي مزود عليها أكثر تأخيرك على البيت، عم يغلي قلبها وقلبي كمان. علشان هاي السيرة بتسكري عليها على أخيها شو هي؟ بعدين نحكي فيها. اجي حطي الأغراض ببيت المونة وتعي لقلك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايدك يا مو؟ الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. ايدك خالتي؟ لك تقبر قلبي شو مرضي. خلينا ياكي مالشام، تعي لقلك. تعي شوفي شو جبت لك. شوفي لي هالطول. تقبر قلبي ان شاء الله بياخد العقل، بس انا والله ما بدي غير سلامتك. انت بتستاهلي عمي، بتستاهلي، وهذا الطوق بليق بنجاحك. يا سلام يا سلام على هالطوق، شو حلو. يا عيني يا عيني على هالطوق، شو حلو. يسلم ودياتك تقبرني. شلون عمي؟ ان شاء الله عجبك. تقبر قلبي بياخد العقل. يلا لكان اشلحي لي هالطوق اللي برقبتك والبسي هاد خلينا نشوفه عليكي. بس انا هذا الطوق ما بحب اشلحه عمي. لك عمي هذا الطوق اللي برقبتك انتيكا وصار قديم وما في غير هالخرزة. عمك معه حق يا مال الشام، هذا الطوق يلي برقبتك صار له اكثر من 14 سنة. يو تخ. بس انا والله بحبه. مو انتوا قلتوا لي انه هاد من ريحة ابي؟ والله اللي عم تحكي يا مال الشام مزبوط، بس كمان عمك حمزة اشتهى لك هالطوق. انا برأيي تلبسي وتقبلي. عمي الطوق مقبول منك، بس انا هذا الطوق ما فيني اشلحه. خلص خالتي خلص يا عمو، اتركوها اتركوها على راحتها. اسمعي عمي البسي هالطوق وشوفي، عجبك عجبك، ما عجبك ما بجيب لك واحد غيره تكرم عينك. لا يو عجبني كثير، بياخذ العقل والله، بس انا هذا الطوق والله ما فيني اشلحه. مره واحده جنحته حسيت حالي مثل الضايعه. ولك هذا بدل ما تركض بايديك ورجليك لحتى جوزك وشوف اولادك بعد شقى سنيني جاي تحكي لي هالحكي؟ بصراحه يا مو، مو حلوه مني افرح واتزوج قبل ما اخذ بتار ابي من يلي قتلوه حرمونا منه بعد شبابه. كلام صابر صح امي، اذا مو نحن اخذ بتار ابونا مين بده ياخده؟ الغريب لك امي. ولك ابني، ولك امي حرام عليكم، ولك حرام عليكم، ولك نشفت عيوني لبين ما شفتكم بهالعمر. شحوا بدل الدين الزين يا مو، وحيد امه واصغر منا نحن الاثنين وراكت ورا دم ابوه. برضاي عليكم لك امي، برضاي عليكم تنسوا هالسيره. شلون بدنا ننسى يا مو شلون؟ ونحن شايفين هيك الفرنساوي عم يجوس ويدوس بالبلاد على مرأة عيوننا. بيهون عليكم تتركوني لحالي؟ لك ما بكفيني ما شبعت من ابوكم وراح قبل اوانه. وكلي الله امي. ما بصير غير كاتبه الله لك. بعدين مين قال لك يا مو اذا ركضنا ورا دم ابونا ما عاد تشوفينا؟ مين؟ بعد ما اطلعت على بعض الملفات بخصوص المخربين تبين لي انه في تسيب واضح وكثير كبير بما يخص هذا الموضوع. لانه من غير المنطقي قواتنا الفرنسيه تعجز عن كم مشاغب ما بيمتلكوا غير اسلحه خفيفه وبعض الذخائر. معك حق سيدي، بس على حد علمنا ومعرفتنا انه ما بقيت طريقه الا ما جربناها معه، بس ما في جدوى. كلام ملازم عبد مضبوط سيدي، كان من الملاحظ انه كل ما ازدادت اعداد الجنود كانوا يزدادوا اعداد المخربين.
تحت أي ظرف من الظروف ما بصير نسمح للمخربين إنهم يكبروا وينمو ويتحكموا بمصير شعب كامل. على كل حال اللي صار صار، ومهمتنا هلأ إنه ننتهي من هاي الجماعات. نحن بخدمتك سيدي. أمرك سيدي. لهالشي أنا أصريت إنه يكونوا مساعديني من السوريين الأشداء والأمناء والموالين لفرنسا بشكل كامل. هاد شرف كبير لإلنا سيدي. إن شاء الله نكون عند حسن ظنك سيدي. أنا متأكد من هالشي. هذا الشي اللي بنتمناه سيدي. شكرا على اهتمامكم سيدي. واجب الشعوب المتحضرة إنها تنهض بالشعوب الضعيفة والمتخلفة. معك حق سيدي. بس ما فينا نباشر بعملية تطوير ونهضة بلادكم قبل ما نتخلص من كل العصابات الجاهلة والمتخلفة. ونحن راهن نشارتكم سيدي وبانتظار تعليماتكم وأوامركم. من بكرة الصبح بتطلبوا من كل رؤساء مخافر حارات الشام يسلموا كل العصابات الموجودين عندهم، وبعدين لنا كلام تاني. أمرك سيدي. حاضر سيدي. ما بدي تساهل بالموضوع أبدا. بأمرك سيدي. مفهوم سيدي. تفضل. احترامي سيدي. كأنك مو على بعضك. في شي زعجك؟ عبد انت في شي زعجك؟ لا سيدي ابدا. خلص معناها انسى، انا صاير حساس زياده عن اللزوم. سيدي ممكن تحكي لي؟ لانه بتعرف مكانتك عندي. عبد انا لما الظروف جبرتني البس هي البدله كنت بعرف تماما انه رح ادفع ضرائب كثير وكبيره كمان، بس ما كنت عارفه انه لازم اقتنع بشيء هو بالاساس غلط. سيدي ما فهمت عليك، ممكن توضح لي اكثر؟ صح ان دولتهم قويه ايه، ومن كم سنه وجر صاروا متحضرين، بس ما نون جايين يحطوا ايدهم بايدنا لينهضوا بارتقاء امتنا نحو التمدن والتحضر، لانه التمدن والتحضر بعمره ما اجى لا بالقتل ولا بالضرب ولا بالدم. واللي بده يحكي عن الحضاره والعلم لازم تكون ذاكرته كثير قويه او قاري تاريخ منيح عشان يعرف منين طلع العلم ولمين بده ينعطى. سيدي يمكن معك حق، بس أنا بشوف الموضوع من ناحية مختلفة تماماً. قل لي هي. الموضوع ما له علاقة بذاكرة أو بتاريخ، الموضوع هو ميزان، واللي بترجح كفته أكتر بهذا الميزان هو اللي بيقرر، وهن الراجحة كفتهم وكتير كمان. نحن ضروري نكون مع اللي كفته الراجحة دائماً؟ بعتذر منك سيدي، بس أنا وأنت ولا شي بهالميزان وما منأثر على شي. عن إذنك سيدي. Colonel Michel, comme vous voyez, la route est bloquée. C'est vrai. Effectivement. À vous d'en trouver une solution. À vos ordres. Soldats! Nettoyez immédiatement la route. اسمعوا، الارض مزنره حواليك بالنار والبارود، واي تصرف طايش حيكون ثمنه حياتك. عم تفهم؟ حتكون بضيافتنا يومين ثلاثه لبين ما تتنفذ مطالبنا. معزز مكرم، واذا ما تنفذت مطالبنا ساعتها لنا معك حكي ثاني. وقت تنفذ كل مطالب بس تركني روح. مطالبنا هي الاسرى، الأسرى اللي بسجونكم يا ظلام، كل الأسرى. وغير هيك بيننا وبينكم النار والبارود. بوعدك نفذ كل المطالب، وعد من الحاكم العسكري.
Allez! Allez, votre excellence! Montez dans la voiture! Soldat! Soldat! Grâce au Bénidei! Oua! قولتك بيكون بالبيت؟ ما بعتقد، بيكون بخان السجاد. يلا روح لنشوفه بالخان. شرف. Ce qui se passe n'est pas acceptable du tout. Je veux ces saccageurs le plus rapidement possible. Colonel Michel, vous devez me chercher ces saccageurs, vivant ou mort, ça m'est égal. C'est clair? C'est clair, votre excellence. Allez-y. Votre service. والدتكم معها حق لك عمي، ما بيصير بعد ما كبرتكم وربتكم تتركوها لحالها. يعني ما لازم ناخذ بتار ابونا يا عمي ابو طالب؟ انا ما قلت هالشيء. دم ابوكم فرض واجب عليكم انتوا الاثنين. طيب والعمل عمي؟ جنابك شفت اليوم شلون بدر الدين الزين، مع انه وحيد امه ومع هيك حاطط روحه على كفه لياخذ بتار ابوه. انا عندي حل جايز يرضيكم ويرضي الوالده. ايدي بزنارة تقول لي شو الحل يا عمي ابو طالب؟ اخي واحد منكم بيدير باله على الوالدة وعلى الدكان، والتاني بتولى موضوع الوالد. معناها أنا بتولى الأمر. ليش مو أنا لك أخي؟ أنت صغير لك أخي، وراك علام ودراسة وخلافه. وأنت لك أخي وراك الدكان. لا تأكل هم الدكان. شلون ما أكل هم الدكان وهي اللي معيشنا لك أخي؟ الله اللي معيش. عمي لا تختلفوا أنت وياه، الحل عندي. شرف عمي، هاي طرام وهي نقش، انت شو؟ نعش عمي. اذا اجت نعش انت بتتولى موضوع دم الوالد رحمة الله عليه، واذا اجت طرة انت بتتولى موضوع الوالد. ماشي نعش. يسعد مساك يا سيدي. جنابك حط لك تتعشى؟ لا 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 ما في داعي. بس ما بصير، لازم تتعشى. أم عماد ليش الإلحاح؟ قلت خلص ما في داعي. أيوة معناتها رح ساوي لك كاسة عصير مشموش ورح يحب قلبك كتير. D'accord, d'accord. Ma chérie. France, pourquoi tu es en retard? Tu m'as tellement inquiété. Merde. Le gouverneur militaire s'est exposé à un attentat d'enlèvement. Le gouverneur militaire? Dis-moi que tu plaisantes. C'est dangereux? Oui, Camille. C'est dangereux, mais c'est produit. Mais qui ose faire un tel acte? Jusqu'au moment, personne ne le sait. Je dois attraper le coupable rapidement. Bien sûr. Mais ça ne va pas être facile. Hein? Ahla, ou Antia, ou Alès, t'as cette racine mouche-mouche, la jeune âme. Chérif. Chérif. Ça, c'est doux. Doux, ou d'ailleurs. إن شاء الله مطرح ما يسري يمري إلهي. مرسي. يا ميمتي ضعت
حليب النوك صافي الخصال ما حيد عن درب الوغى حتى تطهر بلاد من الغرام. على مين طلع الدور؟ طمنوا قلبي وريحوني يا أولاد. على مين طلع الدور؟ ليش أخوك فات على الغرفة؟ شوف عاد يساوي بالغرفة. كنت متمنى يطلع علي دور لك أمي، بس صابر طلع محظوظ أكثر مني. ورحمة أب صابر تحت التراب، غير بباروتو بشنتيانتو معلي أخذ دكتارو، وأنا صابر ابن الشهيد أب صابر. خير يا مو؟ شك يا مو؟ روح جيب لك كاسة مي على السريع. يا مو؟ إيدي يا مو طولي بالك. Les affaires à Damas sont très mauvaises. Oui. Malheureusement. Mais pour cela, tu dois se dépêcher d'écraser les rebelles. Le plus tôt possible, France. Écoute-moi bien, Camilla. Allez-y, je t'écoute. Tu dois commencer à faire des relations avec les femmes de Damas. J'en ai eu l'idée. Tu dois te concentrer sur les groupements de femmes. Ne t'inquiète pas. Occupe-toi de ton travail. Et laisse ça pour moi. دمه ما راح يروح أدر يا عارف، ما راح يروح أدر، وتحرم علي العيشة، وفي أسير بسهول الفرنساوي، وأنا حمزة أبو العباس. رحموا على الشهيد يا رجال. Commençons à perdre notre prestige, monsieur. Une tentative d'enlèvement de gouverneur militaire à Damas, ce n'est pas une affaire si simple. Elle doit être préparée et étudiée à l'avance. Monsieur, je veux ces saccageurs le plus tôt possible. Avant que le nouvel nous réponde dans la ville. C'est clair? Nous sommes à votre service, gouverneur. À vous promet, monsieur le gouverneur. Vous pouvez disposer. Monsieur le haut-commissaire, mes respects. Monsieur, je suis désolé de ne pas pouvoir venir. Monsieur, il faut dire que notre cortège a été... Monsieur, notre cortège a été exposé par quelques rebelles. Et on l'a échappé belle. Oui, oui, bien entendu. Merci. Et vous êtes bienvenu à Damas, monsieur. À très bientôt. Merci, monsieur. Une tentative d'enlèvement de gouverneur militaire se passe au même jour de l'arrivée du haut-commissaire à Damas.
Cela, ce n'est pas une simple coïncidence. Cela veut dire que les saccageurs ont des yeux parmi nous. Ha 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 ha